السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكل متابعي قناة صانع السعادة، قناة أقوى العروض من السعودية. أهلا بكم يا شباب، وأهلا بكل الناس اللي متابعنا من كل مكان. إن شاء الله الجولة بتاعتنا النهاردة هتكون في أسواق المزرعة. أسواق المزرعة عاملة عروض حلوة جدا على قسم أواني الطهي وأدوات المطبخ، وفي طرامز برضو نزل عروض حلوة. قلنا نعمل لكم فيديو النهاردة كده في أسواق المزرعة. في هنا ترمس شفاف أي حجم وأي لون من الألوان اللي قدامنا دي، الاتنين حبة ب60 ريال لحد 31 ديسمبر، يعني لسه فترة كبيرة جدا لحد 31/12. الترامس اللي قدامنا دي اي 2 ب60 ريال، يعني الواحد ب30 ريال لحد يوم 31 ديسمبر، لحد 31 ديسمبر. عرض يعني في الترامس حلو جدا. يعني في كمان نوع تاني اللي هو الاتنين ب60، اللي هو الشفاف، اللي هو الشفاف ده. في نوع تاني اللي هو قدامنا ده، ده الاتنين حبة ب100 ريال لحد 31 ديسمبر برضو. النوع البلاستيك ده اللي هو مش شفاف، الاتنين ب100 ريال، الاتنين 100 ريال. دي عروض على الترامس في اسواق المزرعة. كمان في عرض هنا على حقيبة السفر 24 انش، نازلة من 228 الى 114 ريال، عرض نصف الساعة. عرض نصف الساعة، عروض على شنط السفر او حقيبة السفر. هنشوف بقى العروض اللي هي على على اواني الطهي وادوات المطبخ. في عرض برضو هنا على الفناجيل، كمان هنا فناجيل اللي هي للقهوة والشاي، فناجيل من السيراميك، مجموعة فناجيل لتقديم القهوة من السيراميك، نازلة نصف السعر يا جماعة هنا لحد 15 اغسطس، لحد 15/8. المجموعة دي زي اللي هي قدامنا دي من السيراميك، نازلة من 65 ل 35 ريال. وفي نوع تاني لحد 15/8 برضو، نازل من 20 ريال، نازل من 29 ل 20 ريال، ده 4 قطع من السيراميك. في نوع تاني برضو اللي قدامنا ده، ده 12 قطع، نازل من 45 ل 30 ريال. في كمان هنا مجموعة صحون للمائدة، 4 قطع، نازلة من 39 ل 30 ريال، من 39 ل 30 ريال لحد يوم 15 أغسطس. في برضو هنا وعاء سيراميك للفرن والتقديم 35 سنتي، نازل من 45 ل 30 ريال، كله ده من السيراميك. وعاء سيراميك للفرن 23.5 سنتي، نازل من 35 ل 25 ريال. في كمان هنا وعاء سيراميك للفرن والتقديم اللي هو قدامنا ده المستطيل ده، ده 40 سنتي، نازل من 75 ل 50 ريال. كمان هنا في مجموعة سيراميك للمائدة 16 قطعة متنوع، طقم يعني هنا سيراميك، طقم عشاء من السيراميك 16 قطعة متنوع، نازل من 165 الى 85 ريال لحد يوم 15/8. كمان هنا في وعاء استانلس 1 لتر، نازل من 28 ل 20 ريال. هنخش بقى على القدور، او هما كاتبين هنا طنجرة من الاستانلس، احنا نقول قدور او قدر من الاستانلس للطهي هنا 24 سنتي، نازل من 210، من 210 نازل 150 ريال، يعني نازل 60 ريال. في كمان قدر من الاستانلس للطهي بغطاء 32 سنتي، ده نازل من 175 ل 125. في نوع تاني 30 سنتي نفسه كده، طنجرة استانلس للطهي 30 سنتي، نازلة من 145 ل 90 ريال لحد يوم 15/8، 90 ريال، ده كله ده من الاستانلس يا جماعة. في هنا وعاء استانلس ستيل برضو 4.5 لتر مع غطاء بلاستيك اهو،
ده نازل من 58 ل 35 ريال، وفي هنا وعاء من الاستانلس بغطاء خشبي كام سنتي مش كاتبين كام سنتي ولكن حجمه صغير يعني، ده نازل من 39 ل 30 ريال. شوف برضو هنا في فرادة للعجين ب20 بدلا من 29، قالب مستطيل للخبز اللي هو قدامنا ده، ده نزل ب10 ريال بدلا من 18 ريال، قالب للخبز هو ب10 ريال. في كمان هنا قالب للكيك، قالب للكيك 6 عيون، قالب للكيك ده نزل ب10 ريال برضو، 10 ريال بدلا من 18 ريال. هنيجي هنا بقى في وعاء من الجرانيط اهو، الاوعية دي كلها من الجرانيط او طنجرة جرانيط 22 سنتي نازلة من 124 نازلة 70 ريال، اللي هي 22 سنتي 22 سنتي 70 بدلا من 124. برضو في هنا دي 24 سنتي، يعني ال 22 سنتي 70 70. شايفين دي شكلها عامل ازاي؟ هنا اهو ال 24 دي 75 بدلا من 135. في ال 26 يعني كل ما بنروح بنزيد 2 سنتي بيزيد السعر، من 145 نازله 85. وفي اللي هي 28 سنتي 95 بدلا من 155. ده كله ده قدر من الجيراميد. في كمان هنا غلايه، ده ترمس ستيل 1.5 لتر نازل 50 بدلا من 75. في هنا مقلاة من الجرانيت 40 سنتي، الاسم بتاعها هو مقلاة من الجرانيت 40 سنتي نازلة 100 بدلا من 125 لحد 15.8. وفي هنا برضو الطنجرة اللي هي الجرانيت دي اللي هو القدر من الجرانيت دي 30 سنتي نازلة 100 بدلا من 175. في كمان هنا قفاز من السيليكون للمطبخ، القفازات دي من السيليكون، قفازات من السيليكون هي للمطبخ نازلة ب20 ريال، 20 ريال بدلا من 29 ريال. في هنا برضو مقلاة اللي هي الغير لاصقة دي 16 سنتي 45 بدلا من 60 ريال. في برضو هنا مقلاة غير لاصقة نازلة 35 بدلا من 49 ريال، يعني في عروض على المقلاة غير لاصقة. هنا في كمان هنا الغلاية اللي هي ستانلس ستيل دي، غلاية قهوة ستانلس ستيل 25 ريال بدلا من 35، اللي هي قدامنا دي غلاية من الستانلس ستيل برضو مقاس أصغر ب20 بدلا من 24، دي مقاس 5. في مقاس واحد ب10 ريال اللي هي الصغيرة دي، دي ب10 ريال دي للقهوة. في كمان هنا لوح تقطيع بلاستيك كبير نازل 25 بدلا من 35، لوح تقطيع بلاستيك حجم كبير نازل 25 بدلا من 35. في مدق للثوم دي للثوم دي للثوم اهي، دي نازله، دي من الستانلس ستيل، مصنوع من الستانلس ستيل نازله من 65 ل 40 ريال، من 65 نازله 40 ريال. وفي برضو هنا عصرت حمضيات يدوية 23 سنتي من الستانلس ستيل برضو، دي 50 بدلا من 75، عصرت حمضيات يدوية من الستانلس ستيل، دي العصارة هي نازلة ب45 بدلا من 65. كمان هنا في مجموعة لحفظ البهارات اللي قدامنا دي، مجموعة لحفظ البهارات ب30 بدلا من، مجموعة لحفظ البهارات أربع قطع ب30 بدلا من 48، الأربع قطع دول، الست قطع بقى دول ب30 برضو بدلا من 59، يعني سواء أربعة أو ستة السعر بتاعهم 30 ريال. طبق لتقديم التمر، ده طبق لتقديم التمر ده ب20 بدلا من 28، العروض دي لحد يوم 15/8. في معلقة ايس كريم دي ب20 ريال بدلا من 35.
في كمان هنا معلقة أو ملقط للطعام ب10 ريال بدلا من 15 ريال، اللي هو الملقط. في هنا طبق لتقديم التمر برضو، ولكن ده ذهبي، ده نزل 15 بدلا من 19 ريال. في هنا مطحنة خشبية للبهارات 22 سنتي 25 بدلا من 45، مطحنة للبهارات خشبية 45 ريال، نازلة من 45 ل25 ريال. في كمان مطحنة كبيرة شوية بقى، دي 32 سنتي نازلة 40 بدلا من 75، دي مطحنة خشبية للبهارات، في اللي هو الحجم الصغير ده اللي هو ال 22 سنتي 25 ريال بدلا من 45، يعني نزل عليها خصم 20 ريال. الحجم الكبير ده 32 سنتي 40 ريال بدلا من 75 ريال. في برضو هنا يا جماعة في صحون زجاجية، صحون زجاجية شايفين شكلها هي للفاكهة مثلا، هنا هو مع قاعدة خشبية، شوف دي شكلها على الكرتونة، هي دي نازلة ب30 بدلا من 39 ريال. وكمان في هنا حافظة زجاجية للزيت والخل، الحافظات الزجاجية دي للزيت والخل نازلة ب10 ريال بدلا من 15 ريال. هنا برضو ابريق زجاجي للخل والزيت 10 ريال برضو. هنا في برطمانات برضو، برطمانات زجاجية ب20 بدلا من 29. في هنا برطمانات زجاجية 3 حبات مع بعضهم من السيليكون، من الزجاج مفكرها سيليكون، مرطبات او برطمانات زجاجية 3 قطع 30 بدلا من 36. في هنا صواني زجاجية، صواني زجاجية للفرن 3 قطع نازلة من 58 ل40 ريال، من 58 نازلة 40 ريال. في هنا برضو برطمانات زجاجية للأغذية حجم كبير زي ما احنا شايفين اهو على الكرتون، 5 قطع نازلة 75 بدلا من 99. وفي هنا ده للعصير، برطمان زجاجي للعصير 3 لتر 35 بدلا من 46، 35 بدلا من 46. حافظ الطعام زجاجية 3 قطع 25 بدلا من 39. في برضه هنا برطمانات زجاجية 3 برضه 30 بدلا من 39. دي مجموعة أوعية بلاستيك 3 قطع 25 بدلا من 45، 25 بدلا من 45. في هنا كمان حافظة للطعام، حافظة للطعام 3500 ملي، 3500 ملي حافظة للطعام هي دي سعرها 40 ريال بدلا من 65. في كمان هنا وعاء بلاستيك لتحضير الطعام 20 ريال بدلا من 28. في برضو هنا وعاء لتحضير السلطة 25 سنتي 30 بدلا من 38. في هنا منشفة للبحر 30 × 54 انش متنوع نازلة ب50 بدلا من 50 بدلا من 95. في حجم صغير 16 انش في 28 × 16 انش اهو نازله من 26 ل10 ريال، دي منشفه. حقيبة طهي، حقيبة زهرة قماش 20 ريال، حقيبة زهرة قماش 20 بدلا من 36. في مجموعة علقات للملابس 4 قطع 15 ريال بدلا من 20، بدلا من 19 ريال. العلقات دي 4 قطع مع بعضيهم 15 بدلا من 19. في هنا باسكت او سلة متعددة الاستخدام نازلة ب60 بدلا من 95.
60 بدلا من 95، هاي للملابس يعني سلة للملابس 60 ريال. في هنا مجموعة حلاقة، يعني ماكينة حلاقة، ماكينة حلاقة رجالي نازلة 109 بدلا من 139، 109 بدلا من 139، ماكينة حلاقة رجالي. في هنا مكواة بخارية، مكوى بالبخار اريتي نازلة ب60 بدلا من 79، 60 بدلا من 79. في برضه هنا محضر طعام او ده خلاط، خلاط اريتي، خلاط اريتي مع مطحن طين نازل ب109، 109 بدلا من 125. خلاط اريتي 2 سنة ضمان 1.5 لتر 2 مطحنة نازل 109 بدلا من 125. مجموعة أدوات للشوي 3 قطع نازلة 30 بدلا من 65. دي مجموعة الشوي دي 3 قطع نازلة ب30 ريال. نشوفها تاني، دي مجموعة يعني حاجات للشوي كده 3 قطع 30 ريال بدلا من 65. في برضو عروض على الفحم هنا، الفحم ده 60 قرص نازل 16 بدلا من 20 75 هبل. وفي برضو الفحم هنا ده 3 كيلو نازل ب43 بدلا من 56. وبرضو هنا في حطب نازل ب56 بدلا من 93. ده للشوي كله. وبكده بتخلص عروض اسواق المزرعة، عروض اسواق المزرعة يا جماعة على في قسم الاواني الطهي وادوات المطبخ. العروض دي لحد يوم 15/8. اتمنى من كل الناس تكون استفادت بالجولة اللي احنا عملناها في اسواق المزرعة، ادوات المنزل، قسم ادوات المنزل هو. ويعني اتمنى من الناس ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة. اشوفكم بخير دايما، وتابعونا في الفيديو القادم عروض من كل مكان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.